من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تحسين الخدمات في تكريت، أهلا بكم. فعلى هامش زيارته قبل يومين إلى منطقة الديوم في قضاء تكريت، عقد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب اجتماعا خدميا بحضور مدير استثمار المحافظة وعددا من أهالي المنطقة ومجمع جنة السكنية، وناقش معهم آلية البدء بحملة خدمية واسعة في المناطق المذكورة أعلاه وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، موجها لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية بمدة زمنية محددة مطلع الأسبوع المقبل.